فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أتينا إلى هذه البلاد المباركة للعمل في تدريس القرآن الكريم، سؤاله: هل يدخل هذا العمل في طلب الدنيا حيث إننا نتقاضى راتبا شهريا على هذا؟ لا بأس بذلك، وهذا شيء طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا بأس بذلك، هذا عون على الطاعة. نعم.